صار فيها وعندنا واحد اليوم أكرمنا بطيب وأكرمنا بهديت تهادوا وتحابوا وجايب لنا شيء نبيكم تفتشونه بعد شوي ولا وزين مفيد ولا مو مفيد؟ مفيد إيه وجايب لنا هديت طيبة جزاك الله خير وكثر الله خيرك وأحرجتنا بكرمك وفضلك أبو عبد العزيز جزاه الله خير جايب لنا هالطيب الطيب وجايب لنا في هالمعينات الصغيرة أكلة ما أدري عاد أنتوا تحبونها ولا لا بس بعضكم يحبها وبعضكم لا في الجنة. أقول جاء الوالدين في الجنة والسامع وكل مسلم ما يجي من الطيب إلا طيب أبو طيب. عبد العزيز كله طيب من جالبه بس ما أدري عاد بعضكم يحبه ولا مو بيحبه خلي جيب لنا هاللي في القديرات الله عافيك مشوي ولا وشو وش يتوقع والله اصبروا عاد عطني القدر عطني الجمهور هذا افتحوا الهاشتاج من اللي بيمسك اصبر 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 أول شيء دقيقة شوي لا يشوفه بقى. أنا اللي بشوفه إيه يا حظك يطيب يا أبو عبد الله من أربعة حروف أول شيء جيم سم وشو وش توقعون أنا شوف الهاشتاج الله عافيكم وارسل لي كم ها أبوه من هو أقول اسمه لا لا اصبر علينا أنت شايفه قبل ولا لا بس يوم قلت جيم 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 جحلة جراوة لا جبنة جبنة لا ما حد ياكل جبن وهو صايم خاف يطير هو ما ادري جمس جمس اللي عاد واحد من بقايله ها ها أقول. شيخنا اقول لا لا اصبر 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 تبدأ الحرف الجيم لا ايش لحظه انت لا تفتح ذكر في القران ممكن يطير ذكر في القران وفيه ناس ياكلونه مسلوق وناس ياكلونه مشوي وانا يومني في الابتدائي كليته وانا صغير وحين سبحان الله ما ادري وش فيني جميز فرح في الهاشتاج جابته صح اصبر ابو عايض جايبه قبلها جريش ابو عايض شايفه وتقول بحرف الجيم جريش لا لا ما له بجريش لا طقطقه اسيا يطير انا توقع خلاص يطير يطير منى ايش درى منى عنها شيخ وش رايك يطير من جنب الله باربع رجل باربعة رجول وش ذولي ما شاء الله عليهم ها يطيروا باربعة رجول اجل خفاش لا لا يوكل يوكل خفاش إننا نقول جيم من جند الله من جند الله من جند الله وعيونه في جنب راسه وعيونه في جنب راسه اتكلم ولا اسكت والله قلها قلها جراد جراد احسنت سم هذا تبوا الكاميرا علي ايوه الله يكثر خيرك ابو عبد العزيز وفرش يوكل سدع على طول مطبوخ اي نعم مطبوخ الهواء مباشر مطبوخه خالص صادق صادق لا من وده ياكله ابو عبد الرحمن سم يقول هذا ما يستحي طالبه ولا يشبع اكله طيب وشون يوكل شلون يقشر شيل شو اسمه ابو والله ما تاكل شيخنا خل شوي شوف سم إيه. إيه. لا اللي جاب الحل هو اللي ياكله ابو ناصر والله ما بعد كليتها ما زد كليتها بعد في حياتك لا لا ابو هادي بياكله من يتمناه ورشاشه إيه ناس يفكون هذه طال عمرك الميتتان ايوه اللي حلالا اكله الجراد والسمك والسمك احسنت حل لكم ميتتان ودمان نعم ايوه اما الميتتان الكبد والطحال واما الميتتان السمك والجراد احسنت واما الدمان الكبد والطحال نعم احسنت اعطونا اللي ورد في الجراد فيها او شيء او من اللي ولا ظهر الجراد ايه مثل الدواء انثر الدواء يعني يترك الدواء لانه هو دواء سبحان الله العظيم عجيب كل منها النباتات نعم. هذا اكله النباتات وفيه بعضهم يشل جنحانه ويشل راسه وذا يشل الجنحان بس تاكل شيء انك لا لا انت كلتها كلها بجنحانه بكلش العافيه بكرعانه بذا لان سبحان الله يمكن العافيه فيك راعه تعافيك راعك صلى الله يجعلها بالعافيه اسمه مذكور انها مفيد الا هي السمك والجراد هي ما قلت شيء انا اسال سؤال والله ما حل الله لا بس قص وارد فيه يعني في الطب النبوي ولا ولا لا اكل اي داري انها اكله بس اكله غير انه مثلا موصم به ما عندي فرصه والله انا بعلم كلام الشيبان ايه الشيبان وش يقولون اذا اكلته فيه العافيه كلها عجيب حد من الشيبان على الهاشتاج يرد عليه لكن اللي فيها بيضه هذه ايه هذه اذا صار فيها بيضه ايه هذه ما شاء الله تبارك اللي ابو فرج عطني الثاني عطني القدر الثاني بعض الشيء هو شوف شوف يمكن بعض الناس يتقزز يقول ان طعمه ما هو بزين
من ألذ ما يؤكل. طعمه من ألذ ما يؤكل. بس عطنا الثاني وصب لنا الذي طلع ما يصبها ما يفخر. جرب ابو عايد اول مره ما جربت. جرب الشيخ ما تاكل انت؟ انا ما جربت ولا مره. كلها عندنا الحين. انا بقلب تبدك لا تاكلها الا في اخر الحلقه. في الفاصل بناكل ان شاء الله. لا في الفاصل نبيك. لا في الفاصل بنسوي العمليات ونشوف. اصبر انا زد كليته وانا صغير. شيل شيل بس شيل اللي عليه. شل الجناحين والرجول اجل الفاصل ان شاء الله. سنك تاكل ربيان، الربيان يشال راسه ولا لا؟ لحظه ابو ناصر وش فيك؟ بعد الفاصل. بعد الفاصل؟ بعد الفاصل. ولا تاخذ شويه معك في الطريق؟ بعد الفاصل. مع الجديه خاف انك تنزل في محل ثاني مو بالجديه. انا وياك بنقوم بصحن يا ابو ناصر. خلاص نبي ناخذ قدير مبيض الله وجهك. لا انا زد كليته شويناه يا ابو عبد العزيز. هذه؟ في الدلم. هذه الانثى وهذه الذكر. ايوه. طعمه قريب من الربيان. هين وزين قريب من مفيد تحبيض. بعد السؤال اللي يا شيخ بعد في الابره زي كذا توصل الطعم. جبت صوره العصير ولا جبتوها؟ ولا نحكي كذا بس؟ اي والله قاعد ادرسكم ساعه ولا عندك احد. حد العصير هات العصير وجون. في الجناح هذا اقول سؤالك اللي من شوي قلته زي خليني اقول خليهم يعرفون ايش انك تقول لي في اذني. وش هذا؟ في عصير مانجا وفي عصير توت. صح ما ادري سنك ويك ما ادري ايش قال له صبك ما يجب يا مرغنات يا هلا يا هلا. اليوم اللي بيفتح السوالف معنا ابو عبد العزيز. انت ما سولفته ولا تكلمت؟ ابو ناصر. لا 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 ابو ناصر من بعده. اي فاصل. طيب ناخذ اجل اللغز من شوي. لغزنا سلمكم الله يقول فيه 200 ريال واللغز سهل وأسهل من كذا ما فيه. وابو حمزة بيعلمنا يقول المثل كملة يستاهل البرد من ضيع إيش يستاهل البرد. يعني يجيه البرد شخص ضيعه من ضيع بردته. وأول يقولون الخبل بياع ما أدري وشو عباته. ما أعرف أنا اللي أعرف أن أول مرة أكل الجراد وطعمه وعقله حين فاصل لا طعمه طيب جدا. فاصل الشيخ يستاهل البرد. فاصل زيبات يا سيد.